مرحبا، كيفكم؟ معكم دكتورة حنين في المحاضرة رقم 2 من مادة الأناتومي أو التشريح. رح نكمل معاكم اليوم بالأونلاين. أنا امبارح انتهيت من المقدمة واللي هي بعض المصطلحات الخاصة، أهلا فيكي هناء، الخاصة في علم التشريح، سواء كان الأناتومي أو الفسيولوجي. مثل ما عملت مع الأوفلاين كورس، راح أحاول أعطي شوية overview لحتى نعمل ريفرش للمعلومات. حكينا إنه الأناتومي عبارة عن علم التشريح اللي بيختص في دراسة الستركتشر الخاص بالأورجانيزم، أو كان المكونات اللي عملت لي الأورجانيزم ابتداء من السيلز وانتهاء بالسيستمز اللي هي الأجهزة الموجودة بالجسم. وحكينا أيضا إنه الأناتومي عبارة عن أيضا بما علم يدرس بما يخص الأبيرانس، البوزيشن، والماتيريالز المكونة ل الأنسجة أو الأعضاء اللي موجودة بالأجهزة، بالإضافة إلى اللوكيشنز اللي موجودين فيه وعلاقتهم مع other parts موجودين بنفس الجهاز. حكينا إنه ممكن نمارس أو ندرس العلم بعدة طرق، في منها الانفاسيف والنون انفاسيف اللي بنسميهم الحصول على المعلومات من خلال عمل انسجنز في الجسم أو الديسكشنز، لحتى نقدر بصفة تشريحية ماكروسكوبيك، يعني إحنا بنشوف بالضبط الأعضاء أو الأجهزة. نادراً ما إحنا من خلال الانفاسيف إنه أو من خلال الديسكشن نشوف خلايا أو الأنسجة بشكل دقيق. هون هاي الطرق أغلبها بتكون للماكروسكوبيك أناتومي أو مشاهدة الأعضاء، أو في بعض الأحيان الأنسجة أو السيستمز اللي بنقدر نشوفهم بالنيكد آيز. عامل لي كمان النون انفيسيف اللي إحنا من خلال بعض الطرق اللي ما بصير فيها أي جرح السطح الجسم اللي هو الجلد أو البشرة، وهاي الطرق من خلال الإندوسكوب. حكينا إن الإندوسكوب لما يكون من فتحة الفم أو فتحة الشرج بكون نون إنفيسيف، لأنه ما بصير في أي جرح لسطح الجسم. تمام؟ في طرق تانية كمان ممكن تحتوي على تصنيفة أخرى زي الديسكشن، وحكينا إنه يكون في عندي جرح أو فتح للجسم من خلاله إحنا بندرس الأعضاء، as well as الإندوسكوبي اللي هي طريقة التنظير أو استخدام المنظار، وهو جهاز طبعا فيديو كاميرا equipped instrument طبعا inserted through a small incision in the body wall and used to explore the internal organs and other structures. باختصار حكينا عنه بشكل كافي موضوع التنظير وكيف استخدامه وكيف الاستفادة منه. وحكينا كمان إنه ممكن نستخدم التنظير في مش بس علم التشريح، ممكن في الدياجنوسز التشخيص، وممكن في إجراء بعض العمليات الجراحية. في كمان تصنيفة أخرى أو سب ديفيجنز تانيين للأناتومي اللي هو الجروس أو ماكروسكوبيك وفي المايكروسكوبيك. وحكينا إنه الماكروسكوبيك بيختص بالستركتشرز اللي أنا بقدر أشوفها بالنيكد آي بالعين المجردة، أو ممكن تختص بالسوبرفيشال أناتومي أو السيرفيس أناتومي اللي هي ما بتكون موجودة على سطح الجلد.
الميكروسكوبيك اللي له علاقة بمشاهدة الخلايا أو الأنسجة الدقيقة بمساعدة الأوبتيكال إنسترومنتس اللي هي المجهر أو المكبرات، وهاي الأناتومي ممكن نفرعها أو يكون في عنا تسمية أدق لإلها اللي هي الهيستولوجي اللي هي علم دراسة الأنسجة بشكل خاص. وحكينا عن الأناتومي والفيسيولوجي والفرق بينهم، إنه الأناتومي بيشتغل على دراسة الستركتشر بالإضافة إلى الفيسيولوجي اللي بيركز على دراسة الفانكشن طبعا. وهاي ال subdivisions بعض المقررات بتندرس as one material حسب شو التخصص. وحكينا كمثال عن الكبد، أنا كأناتوميست بشو بدي أهتم، سواء كان shape, size, position, structure, blood supply and innervation of an organ. وضرب لنا مثال الليفر، وحكى لنا لما أكون physiologist شو راح أهتم بالدور اللي بيقوم فيه الكبد اللي هو الفانكشن. فيسيولوجي حكينا عن إنه علم بيهتم بالفانكشنز، وأنا كيف راح أفهم الفانكشنز من خلال دراسة الميكانيزمز اللي بتصير بأجهزة الجسم. وطرقنا لموضوع كيف الأجهزة أو الجسم بشكل عام بيشتغل عن طريق بعض التفاعلات اللي بتصير فيه. ممكن تكون هذه الفانكشنز تم إدارتها أو تم حدوثها بسبب كيميائي أو بسبب فيزيائي، والقصد بالكيميائي وجود التفاعلات الكيميائية، والقصد بالفيزيائي اللي هو وجود التوصيلات الكهربائية اللي طبعا بنكون خصينا فيها الجهاز العصبي. حكينا central to physiological functioning are ممكن يكون biophysical, biochemical processes زي ما قلنا، ممكن تكون لها علاقة بالاتزان أو الميكانيزمات اللي بتخص الهيموستاتيك control mechanisms اللي هي التوازن في الجسم ما بين تراكيز الفلودز اللي بيحتوي عليها الجسم، وقديش لازم نحافظ على هاي التراكيز وما يصير في عندنا في خلل في البالانس أو الهوميستاسيس. communication between cells وكيف بيصير في عندي اتصال وتواصل ما بين الخلايا. وحكينا إنه المصطلح اللي بيكون عندي في كلمة psych أو physiological state، يعني لو كان عندي طبيب جراح عم يعمل مثل ما بيقولوا زيارة للمرضى ومعه أطباء متدربين أو أطباء عم يدرسوا، ويقول إنه هذا الطبيب أو هذا المريض عفواً عنده الرينال أو عنده الكلى في its physiological state، يعني لما يحكي هذا المصطلح معناته النورمال فانكشن، يعني عندي الكدني أو الكلى بتشتغل كما هو مطلوب منها ما فيها أي خلل. عليكم السلام أستاذ خالد. تمام؟ اللي بقدر أفهمه إنه الـ human physiology seeks to understand the mechanisms that work to keep the human body alive and functioning. باختصار أنا بدي أعرف التفاعلات أو الميكانيزمات اللي بتصير داخل الجسم لحتى يكون في الـ perfect alive and functional state، ما يكون في عندي أي خلل. وحكينا كمان اتطرقنا إنه لما بدنا ندرس الميكانيزم اللي بتصير على الجسم لما يكون في عندي مرض أو خلل، يعني دراسة علم الباثوفيسيولوجي اللي هو دراسة الأمراض أو علم دراسة الأعضاء في الحالة المرضية. هذا هو الفرق ما بين الفسيولوجي والباثوفسيولوجي. حكينا آخر شيء إنه البيولوجيكال بيسز اوف ذا ستادي اوف فسيولوجي
يعني في عندي أساسيات أو بديهيات في هاي الدراسة، لازم يكون عندنا بديهيا شيء مفهوم إنه في overlapping ما بين الفانكشنز اللي بتقوم فيها أجهزة الجسم، يعني كل وظيفة بيأديها الجسم من خلال الأجهزة، هاي الوظائف تتداخل مع بعضها البعض. يعني خلينا نحكي مثل أو ترابط جهازين مع بعض، كلنا بنعرف إنه البلد أو الدم جزء من السيركيلاتوري سيستم أو الجهاز الدوري، تمام؟ هذا الدم لما أنا بكون محملة بالأكسجين وطلع من الشرايين أو طلع عن طريق الشرايين من القلب إلى باقي أعضاء الجسم، راح يوصل الأكسجين لباقي الأعضاء، وهاي الأعضاء عبارة عن أجهزة تانية. شوفوا هون في كمان overlapping. لما هذا الدم ياخد الـ CO2 أو ثاني أكسيد الكربون كناتج من عمليات الميتابوليزم بالخلايا في كافة أعضاء الجسم، راح يحمل الدم اللي هو المحمل عفوا بالـ CO2، راح يحمل حاله ويرجع على القلب من خلال الأوردة، وهذه السيركل الدم وين راح يضخها على الرئتين حتى يصير تبادل ما بين الـ CO2 والـ O2 اللي هو الأكسجين في الجهاز التنفسي، وهون بصير في كمان overlapping ما بين السيركيلاتوري سيستم وما بين الريسبيراتوري سيستم. يعني هون كمان مثال على الاوفرلابينج. It is achieved through communication that occurs in a variety of ways both electrical and chemical. يعني التواصل ما بين هاي العمليات أو هاي الاوفرلابينج ما بين الأجهزة بيتم من خلال شو طرق، يا إما بتعتمد على الكيمياء والتفاعلات اللي بتصير في الجسم أو العناصر، يا إما بتعتمد على الإشارات العصبية بما يسمى الإلكتريكال ويز، يعني من خلال توصيل الإشارات العصبية عبر الخلايا العصبية. هون كان باختصار محاضرتنا لإمبارح اللي بتخص المقدمة عن الفسيولوجي والأناتومي. حكينا راح نبلش المحاضرة القادمة بالسل أو الخلية الحيوانية. الخلية الحيوانية وتكوينها، كلنا بنعرف وجود الخلايا في عالمنا، طبعا تنقسم mainly ما بدنا نشعب المايكرو اورجانيزمز معانا اللي هم الفيروسز والبكتيريا، هاي مايكرو اورجانيزمز ما بدنا نفوت في تفاصيلها. لما بدنا نقسم السيلز في الجسم أو في العالم، عندنا سيلز حيوانية اللي هي الأنيمال سيلز، طبعا تشمل الخلايا في جسم الإنسان، وبتشمل الخلايا النباتية الموجودة في النباتات بشكل عام. هون لو بدنا نيجي نحكي عن السيلز أو الأنيمال سيلز، شو بدنا نعرفها؟ بدنا نقول إنه الأنيمال سيل هي عبارة عن أيوكاريوتيك سيل، هاي كله راح أكتبه على الجروب المعلومات الخارجية فقط لحتى أنتو يصير في عندكم معلومات أكتر ما إنه يكون في عندي هيدلاينز. يعني السيل ممبرين لما أنا بدي أجي كشخص متخصص في تخصص طبي ما بصير أنا أقول سيل ممبرين وما أحكي عن السيل ممبرين أو أشوف شو طبيعة هذا السل المحيط بالخلية الحيوانية. بالتالي بدنا نحكي شوية معلومات خارجية لحتى تتضح المعلومات اللي معانا، وهذا كله راح يكون طبعا بالتسجيل
بالإضافة إلى إني راح أكتبها يدويا على الجروب إلكم ولا الأوفلاين سيكشن. لما بدنا نحكي زي ما قلت على الخلية الحيوانية أو الأنيمال سيل، هي عبارة عن أيوكاريوتيك سيل with membrane bound nucleus، يعني هي عبارة عن خلية فيها نواة، وهاي النواة بتحتوي على غشاء أو غشاء محيط فيها. قصده في الأيوكاريوتيك شو يعني أيوكاريوتيك؟ كنا بنعرف السيلز نوعين من ناحية وجود الأغشية، في أيوكاريوتيك مصطلح طبعا، وفي بروكاريوتيك. الأيوكاريوتيك قصده فيها إنه هاي الخلية في إلي في إلها membrane bound organelles، يعني في إلها مكونات داخلية، وكل مكون هو يكاد يكون قصده mainly عن النيوكليوس أو النواة، ولكن شمل كل الأورجانيلز اللي هي العضيات الموجودة داخل الخلية، إنه كل حدا فيهم إله ميمبرين، إله غشاء بيفصله عن باقي المحتويات، ما بيكون عايم بالسيتوبلازم اللي هو هذه الجيلي لايك سبستانس اللي بيكون فيها المكونات. ان كونتراست، بالعكس للايوكاريوتيك، في عندي بروكاريوتيك سيلز اللي ما إلها اي ميمبرين باوند اورجانيلز، وهاي الخلية بتكون موجودة وين؟ في اليونيسيلولار اورجانيزمز، يعني في الكائنات الحية التي تحتوي على خلية فقط، اللي هي فينا نحكي إنه هي المايكرو أورجانيزمز اللي هي البكتيريا، فيروسات، اللي هي اللي قلت ما بدنا نفوت فيها، علم خاص لوحده اسمه مايكروبيولوجي. لكن الأيوكاريوتيك السيلز فيها أورجانيلز ميمبرين باوند إلها غشاء بحيط فيها. الايوكاريوتيك ممكن نلاقيها في اليونيسيلولار وفي المالتي سيلولار اورجانيزمز، يعني ممكن نلاقيها في احادية الخلية اللي هي المايكرو اورجانيزمز، وممكن نلاقيها في الماكرو اورجانيزمز اللي هي الحيوانات، النباتات، طبعا جسم الانسان عبارة عن ايوكاريوتيك سيلز. لو بدنا نيجي نصنف أكتر بالنسبة للسل أو نعطيها حقها في الجسم، بنقول إنه هي the smallest basic unit of life، يعني هي أصغر وأهم وحدة في الحياة، تمام؟ that is responsible for all of life's processes، هي مسؤولة عن كل العمليات الحيوية في الجسم، وهي طبعا ال smallest والبيزك يونت أو الوحدة الأساسية المكونة للحياة. هذا باختصار السل، الخلية، وكلنا بنعرف قديش أهمية وجود ال integrated system للخلية هاي، أو قديش في بعض البريكوشنز أو بعض التعليمات إحنا لازم نعرفها بتخص الخلية، وقديش في انتجرال سيستم، نظام دقيق جدا حتى هذه الخلية تؤدي وظيفتها على أكمل وجه. لو بدنا نحكي كمان خاصية للخلية اللي هي عبارة عن الريبليكيت أو الدبليكيت، يعني التكاثر، هاي الخلية بصير إلها replication independently، يعني it can replicate itself independently، يعني بكافة استقلاليتها بيصير في عندها تكاثر، ما تعتمد على أي مؤثرات خارجية، بشكل مستقل تتكاثر وبتعطيني
daughter cells أو خلايا وليدة، اللي هو باختصار ما بيسمى بالانقسام الميتوزي أو الميتوسز. لو بدنا نيجي نحكي شو هو الميتوسز كمعلومات نوعا ما لازم تكون عارفينها، means duplication of cell components including chromosomes. وبعد هيك بصير في عندي سبلت to form two identical daughter cells. يعني باختصار الانقسام الميتوزي بصير في عندي كل مكونات الخلية بصير إلها duplication، يعني بتتضاعف، حتى الكروموسومات اللي هو قصده فيها المعلومات الوراثية، هاي كلها بصير في إلها duplication، يعني بصير من كل شي تنين بيتضاعف، وهذه اللي بتعطيني بالآخر انشطار أو انقسام لا اتولد لي two identical daughter cells، يعني خلايا صغيرة متشابهة من الخلية الأم. هاي بنسميها الخلايا الوليدة أو الخلايا الجديدة. طبعا ما في داعي إنه الكل يعرف، لأنه شيء بديهي إنه عملية الدبليكيشن أو الانقسام عملية دقيقة جدا، يعني عملية كريتيكال حرجة، مش يعني مش مسموح فيها الخطأ بتاتا. وهاي العملية controlled by genes، يعني بيتم التحكم في عملية التكاثر بواسطة بعض الجينات في الخلايا أو في نواة الخلايا. طبعا إذا كان في عندي خلل في هذا الكنترول، كان في عندي incorrect control، شو بصير في عندي؟ مشاكل اللي هي تولد خلايا غير مرغوب فيها، أو تولد خلايا ما بتعمل الفانكشنز اللي لازم تعملها الخلية وهي في حالتها الفسيولوجيكال ستيت اللي هي alive و perfect functioning، بما يعرف بالخلايا السرطانية. إذن الإشي اللي لازم يكون واضح إنه هاي الخلية بوظائفها الانتيجرال مميزة فيها، هي بيصير في عندها تكاثر ذاتي أو انشطار ميتوزي منها لنفسها independently. هذا الانشطار لازم يكون تحت ظروف أو كنترول دقيق جدا بواسطة عدة جينات، ما بيصير في أي نسبة خطأ ولو كانت نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، لأنه أي خطأ في هذا الانقسام أو أي خطأ في هذا التكاثر بيعطيني خلايا غير مرغوب فيها باختصار، اللي هي الخلايا السرطانية. وللأسف الخلايا السرطانية بتتكاثر بشكل كتير سريع، أسرع بأضعاف من الخلية الطبيعية العادية، لهيك سرعة انتشار الخلايا السرطانية سريع جدا للأسف. لو بدنا نيجي نحكي عن الخلية كخلية، شو محتوياتها من ناحية عناصر مش مكونات، لسه بعد المكونات رح نيجي لها كمان دقائق. بالنسبة للماتيريالز اللي مكونة عندي للخلية، في عندي ووتر، هي مية، وهو المكون الرئيسي، 70% من محتوى الخلية عبارة عن ووتر، ماء، بالإضافة إلى وجود inorganic ions as well as carbon containing molecules اللي هي بنسميها organic molecules. يعني باختصار في عندي مية، في عندي inorganic ions، وفي عندي organic components. يعني باختصار لما بدنا نحكي عن مادة organic يعني بتحتوي على الكربون،
أكيد أغلبكم بيعرف هاي المعلومة. احتواء المادة على الكربون يعني هاي المادة عضوية. الخلية بتحتوي على ووتر وإن أورجانيك أيونز وأورجانيك ماتيريالز اللي هي بتحتوي على الكربون. كمعلومات خارجية، إذا في حدا عنده أي إجابة للأسئلة اللي بدي أسألها يجاوبني بجملة على الشات هون على الزوم. ليش الخلية الحيوانية هالقد صغيرة لدرجة إنه أنا ما بشوفها بالعين، فقط بشوفها من خلال المجهر؟ حدا عنده معلومة مسبقة للسبب؟ طيب تمام. الأغلب ما بيعرف، وهي المعلومة مش يعني الكل بيعرفها، أو غالبا ممكن تكون معلومة جديدة للأغلب. الخلية بتكون هالقد صغيرة ليش؟ حتى يكون في عندها مجال للريبليسمنت، يعني يكون في عندها كيف يسموها الحرية وبسهولة لحتى يتم استبدالها في حال لو صار في دمج. الريبليسمنت لهاي الخلية يكون في عندي بشكل سهل. كمان يكون عندي إلها ability to perform tasks. تخيلوا إنه هاي الوظائف كمان تحتاج صغر هذا الحجم لحتى تكون عندي حرية في أداء هذه الوظائف. بالنسبة لموضوع ال replacement أو اللي هي بسموها لما يكون في عندي إصابة أو إنجري للخلايا لازم يكون في عندي healing و replacement. هاي الخلايا إذا كانت كبيرة بحجم مهول أكيد الريبليسمنت راح يكون بشكل معقد، بشكل ممكن يعمل لي دمار للخلايا المحيطة، بالتالي صغر الحجم بيلعب دور كبير في حمايتها من الوسط المحيط أساساً. أوكي، كمان معلومة خارجية فقط للعلم، الخلايا الموجودة بالجسم لو بدنا نيجي نحكي شو أكبر خلية ممكن تكون بالجسم كجسم إنسان، نحكي مش بشكل عام بالكون، جسم الإنسان في الخلية الأكبر اللي هي البويضة اللي بتم إخراجها من المبيض عند الإناث. هاي هي أكبر خلية حيوانية البويضة. لو بدنا نحكي عن أطول خلية اللي هي الخلية، طبعا كنا بنعرف الخلية العصبية. الخلية العصبية اللي هي بتتمتع بالطول، أطول خلية في جسم الإنسان أو في الخلايا العضوية، خاصة في جسم الإنسان بشكل مخصص. لحد هون في حدا عنده أي مشكلة بالخلية؟ حدا مش فاهم معلومة معينة نقدر نعيد له إياها قبل ما نفوت بمكونات الخلية؟ باختصار أطول خلية هي الخلية العصبية، وأكبر خلية هي البويضة.
في حال لو بدنا نحكي أكبر خلية في الجسم نفسه، في جسم الإنسان، هي البويضة. لكن أكبر خلية في الكون هي شو؟ غريب إنكم تعرفوها أصلاً، اللي هي بيضة الأوز. بيضة الأوز هي أكبر خلية في الكون، لكن إحنا على صعيد جسم الإنسان أكبر خلية اللي هي البويضة، وأطول خلية اللي هي الخلية العصبية. لو بدنا نيجي نحكي عن جسم الإنسان من ناحية خلية، كيف بدنا نفهم الخلية؟ أول حاجة، الخلية عبارة عن كائن مختص بنفسه. أوكي، عندنا تريليونات من الخلايا الموجودة بالجسم، لكن إحنا كسيستم كامل، جسم الإنسان بوظائفه بتفاعلاته بكل استب، بتصير كل ثانية، كل جزء من الثانية بصير في أي تفاعل بهذا الجسم، كله بصير من خلال هاي الخلايا اللي هي حكينا عنها basic unit في الحياة أو في الجسم. طبيعي أنا لما بدي أجي أحكي عن الخلايا، ممكن يصور لكل الناس إنه هي كل الخلايا بتكون متشابهة أو كلها مثل بعض، لكن المنطق أو العلم بيحكي صحيح كل الخلايا عبارة عن identical، بتقوم بنفس الخواص أو بنفس الوظائف، بنفس التركيب في الغشاء، بالأورجانيلز، بالنيوكليوس، لكن كل خلية إلها شفرة تبعند الكروموسومات الموجودة فيها. بالتالي ما في تشابه مطلق ما بين كل الخلايا إنها تكون مثل بعض، في اختلاف نوعا ما ما بين الخلايا من ناحية جينية أو من ناحية وراثية. لو بدنا نيجي نفوت في دراسة الخلية، حنحاول نجيبها زي قصة مثال لحتى نرسخ هاي المعلومة داخلنا. باختصار، أنا لما بدي أجي أدرس خلية بدي أعتبرها دولة أو مدينة. كل دولة بكون في إلها حدود، وهذا هو اللي بيميز الخلية اللي هي أيوكاريوتيك. في إلها غشاء للخلية نفسها، وفي إلها غشاء للمكونات الداخلية في الخلية. أول مكون البيزك كومبوننتس اللي هو السيل ميمبرين، وفي مقولات ثانية وكتب ثانية ممكن تسميه بلازما ميمبرين، يعني الغشاء الخلوي أو الغشاء البلازمي اللي هو هذا اللي محيط بالخلية كلها، وبفصل الخلية عن الخلايا اللي حواليها أو الفلويدز اللي حواليها. المكون الثاني للنيوكليوس اللي كمان أيضا محاط فيها غشاء بيفصلها عن الوسط المحيط. كمان في عندي السيتوبلازم اللي هو هذا هو كل الوسط المحيط اللي بيتكون بديهيا من الأورجانيلز للعضويات، هاي اللي كل واحدة إلها دور لا يقل أهمية عن دور أختها، بالإضافة للسيتوسول اللي هي الوسط اللي عايمة فيه هاي الأورجانيلز، بالإضافة إلى أهمية هذا الوسط في إنه يوصل المواد ما بين الغشاء البلازمي للنواة. طبيعي أنا لو بدي أعتبر السل عبارة عن دولة أو مدينة، كل مدينة أو دولة إلها حدود، ما بصير أي حدا زي ما بقولوا كل ما هب ودب يفوت في هذه الدولة، لازم يكون في عندي حدود، ولازم هذه الحدود يكون فيها قنوات
لحتى أدخل منها الناس اللي هم حيفوتوا المدينة. لكن لو بدنا نفوت على الخلية نقصد فيها يعني المغذيات أو العناصر الكيميائية اللي بتكون في الجسم، كيف راح تفوت على الخلية؟ هذه باعتبارها الناس اللي راح يفوتوا على المدينة. طيب، هذا الغشاء اللي هو البلازما ممبرين عبارة عن غشاء مكون من فاتي باي لاير، يعني طبقتين، ولكن هذول الطبقتين لهم طبيعة دهنية فاتي أو ليبيد، تمام، مع انغماس لبروتين موليكيولز. يعني في داخل هذه اللايرز اللي هي الليبيد لايرز أو الفاتي لايرز في بروتينات، قنوات بروتينية، من خلال هاي القنوات بيتم إدخال العناصر. باختصار فينا نعتبر البروتين موليكيولز إن هي الباترون اللي بيعطي الإذن بالمرور. ما في أي عنصر على وجه الأرض بفوت الخلية من غير ما البروتين اللي هو مكون للقنوات يعطيني اللي هي الإذن بالمرور. وشفت بعض اللي هو التركيبة، راح أشوف لكم صورة نوعا ما أدق حتى تقدروا تستوعبوا كيف يعني باي لاير وكيف وجود البروتين تشانلز. في صورة كانت واضحة. تمام، هون الباي لاير شايفين فيها رأس وفيها تيل، ذنب يعني أو ذيل، هذه اسمها ليبيد باي لاير اللي هي مكونة لغشاء الخلية. بروتين شانل اللي هي ترانسبورت بروتين، شايفين هاي الخلايا الزرقاء، هذه عبارة عن بروتينات بتكون لي القنوات اللي من خلالها بيفوت العناصر الغذائية اللي ما بتقدر تفوت من الباي لاير، يعني طبيعتها بتكون غير دهنية. كلنا بنعرف إنه الطبقة الدهنية لغشاء الخلية بيسمح بمرور المواد اللي بتشبهه اللي هي المواد الدهنية، لكن في مواد هيدروفيليك يعني بتدوبش بالدهون، بتدوب بالمية، بولر يعني مقطبة تحمل شحنة ما فيها تفوت من خلال السيل ممبرين، لكن بتفوت من خلال البروتين شانلز. وهون موضح لي شو السيل ممبرين ستراكتشر وفانكشن لو بدنا نعرف الباي لاير، لكن هاي معلومات نوعا ما لإلكم. في الباي لاير عبارة عن فوسفوليبيد اللي هي فيها هيدروفيليك هيد وهيدروفوبيك تيل، يعني التيل اللي هو هذا الذيل في طبيعته هيدروفوبيك كاره للماء، الرأس هذا اللون أحمر طبيعته محبة للماء ممكن يجذب بعض proteins and cholesterol embedded within the phospholipid bilayer. شايفين في عندي كوليسترول مغموس جواته البايلاير الأصفر هذا، وفي عندي البروتين اللي أنا بعنيني فيه أبين لكم إنه هو اللي له الدور التحكم في دخول العناصر داخل الخلية. وهذا الإشي بخلينا نسمي السيل ممبرين سيلكتيفلي بيرميبل، أو بيعطيه خاصية
selective permeability، يعني بيتحكم مين اللي يفوت ومين اللي يطلع من الخلية. هذا باختصار اللي مطلوب منكم تعرفوه، تمام؟ اللي هو تكوينة السيل ميمبرين والهدف من وجود القنوات البروتينية حتى تفوت لي العناصر اللي لازم تفوت أو تطلع من الخلية العناصر اللي بتكون ناتجة عن العمليات أو التفاعلات اللي لازم تطلع برا الخلية. طيب خلصنا من موضوع الميمبرين اللي هو الحدود. أنا كسائح بفوت على مدينة أو على دولة، وين بروح؟ بروح على السيتي سنتر أو اللي هي مركز المدينة أو مركز الدولة، اللي هي النواة أو للنيوكليوس. للنيوكليوس اللي هي هذه النواة، وكلنا بنعرف إنه بالخلية الحيوانية الأيوكاريوتكسل حتى النواة في إلها غشاء محيط فيها. هذا الغشاء بيفصلها عن باقي مكونات الخلية. لحظة نشوف صوت الصوت هاي مش راضية تروح. تمام، أنا بدي أروح على السيتي سنتر أو مركز المدينة اللي هو النواة. كمان بلاقي قدامي في حواجز، مش أي حد بفوت في النواة. هذا للنيوكليوس أو نيوكليير ميمبرين، كمان عبارة عن شو؟ ميمبرين بيعزل النواة أو سنتر النواة، النيو واللي هو هذا إحنا بنسميه النيوكليولس. هذا سنتر السنتر زي ما بقولوا، هاي النواة وهاي النيوكليولس. عشان أفوت substances أو مواد على الكور هذا أو السنتر، في عندي في الغشاء بورز أو ثقوب، هذه بنسميها نيوكليوبور. نيوكليوبور فتحات في الغشاء المحيط في النواة. هذه الفتحات تتحكم في حركة البروتينز كمان والنيوكليك أسيدز اللي هي الأحماض النووية. ما في أي بروتين أو حمض نووي بفوت على سنتر النواة من غير ما يكون في عندي إذن لدخوله من خلال النيوكليوبور، تمام؟ فينا بكل اختصار نحكي عن النيوكليوس طبعا اللي هو مركز التحكم في الخلية. ليش؟ لأنه بيحتوي على الدي ان ايه اللي بيعطي كل الانستركشنز لبناء الجسم. شايفين أهمية وجود الغشاء؟ يعني أنا هذا المركز اللي بيسموه كور اوف سنتر، يعني سنتر السنتر، ما في أي حد بيقدر يفوت عليه إلا بعناية وانتقاء انتجرال، يعني شديد الانتقائية. ليش؟ لأنه هذه النيوكليولس الكور جوا تحتوي على الدي ان ايه اللي بيعطي الأوامر والتعليمات لكل التفاعلات اللي بتصير بالجسم.
بالتالي أنا بدي أحافظ عليه في البيرفكت ستيت، في البيرفكت فيسيولوجيكال ستيت، ما يكون في عندي أي خلل. وهذا الإشي بيقوم في الغشاء، ما بفوت أي تفاصيل مش مرغوب فيها. باختصار هذا لو بدنا نحكي عن النواة. تمام؟ في أي سؤال بتعلق في النواة؟ أول مكون أخذناه الممبرين، ثاني مكون للنيوكليوس أو النواة أو السنتر تبع الخلية، ثالث مكون اللي هو السيتوبلازم. السيتوبلازم باختصار كل هذا الوسط، وحكينا مكونين رئيسيين للسيتوبلازم اللي هو السيتوسول اللي هو هاي الجيل لايك سبستانس اللي بتعوم فيها الأورجانيلز أو العضيات. باختصار لو بدنا نحكي عن السيتوبلازم، السيتوبلازم عبارة عن جيل لايك سبستانس، قصده بهذا السبستانس جيل لايك اللي هي السيتوسول اللي هو السائل اللي بتعوم في العضيات، لكن هو بديهيا بيحكي عنه سيتوبلازم. سيتوبلازم جيل لايك سبستانس انسايد بلازما ميمبرين، هذا السبستانس او هاي المادة المكونة للسيتوبلازم تحتوي على كل مكونات الخلية اللي هي الأورجانيلز. أورجانيلز يعني مصغر خلية، أو جايين من كلمة أورجان، أورجان بنعرف عضو. أورجانيلز يعني little organs، يعني عضيات أو أعضاء صغيرة. هذا باختصار معنى كلمة أورجانيلز. أورجانيلز يعني ميتوكوندريا، يعني فيسيكال، يعني في اندوبلازميك ريتيكولوم، في منها رف وفي منها سموث، في عندي اللايسوسوم والرايبوسوم، وفي عندي جولجي أبراتوس سنتروسوم. هدول كلهم كل حدا منهم له دوره في الخلية، مش موجودين بشكل عبثي. يعني باختصار وظائف الخلية أو ما تقوم به الخلية من عمليات كيميائية وتفاعلات كلها سيستم كامل، كل حدا من هاي الأورجانيلز بيقوم بدوره. طبعا الانستركشنز بتيجي عن طريق النواة اللي احنا بنسميها كنترول سنتر أو مركز التحكم للعمليات اللي بتصير بالخلية، وتباعا الجسم كامل باختصار. لو بدنا نشوف شو وظيفة السيل ميمبرين، السيل ميمبرين بكل بساطة creates separation between ال extracellular fluid and intracellular fluid، فاصل بيفصل ما بين السوائل الموجودة بالخلية عن السوائل الموجودة برا الخلية. regulates ACF و ICF exchange، حكينا في تبادل أو في دخول العناصر وخروج العناصر من خلال السيل ميمبرين، هو اللي بيتحكم فيها. allows for communication، التواصل ما بين الخلايا والتواصل ما بين الخلية والوسط المحيط فيها بتم كمان من خلال الممبرين، لأنه في عليه ريسبتورز وكل ريسبتور بيرتبط فيه المكون اللي بينطبق عليه. provide structural support for cell and tissues، كمان شيء بيعطيني الدعم. كيف يعني؟ السل لو ما كان له
ممبرين أو غشاء، ما بيكون في إله هيئة أو تركيبة، خلاص بتكون كل العضيات والسيتوبلازم كله طالع على بعض، يعني زي ما بقولوا كل المكونات عايمة، ما في ستراكتشر للخلية، وبالتالي ما في أي سبورت أو ستراكتشرال سبورت للتشو، للنسيج اللي بيكون أو بيتكون من هذه الخلايا. كله بيعتمد على وجود السيل ممبرين ودوره في موضوع السبورت. إذن هو exchange، هو separation، هو communication، هو structural support. يعني له 4 وظائف، كل وظيفة ما بتقل أهمية عن الثانية. كمان حكي لي هون عن السيل ميمبرين وال as physical barrier، يعني شو احتواء هذا الحاجز من تكوينه، يعني شو تكوينه. حكينا شوية عنه، لكن هون بدنا نفصل formed by the tail to tail arrangement of the phospholipid molecules self assembles into bilayer membranes. حكينا ان هو fatty bilayer membrane tail to tail، يعني هذا التيل أو الذنب مع هذا الذيل، الذيل مع الذيل يعني بيتصلوا من خلال الذيل، هون تيل تو تيل، هذه فوسفوليبيدز، هون خارج الخلية وهون داخل الخلية. وحكينا إنه الرأس بكون هيدروفيليك والذيل أو التيل بكون هيدروفوبيك كاره للماء. The phospholipid bilayer is composed of 2 layers of lipids. Each layer contains a hydrophobic اللي هو water repelling يعني طارد أو غير محب للماء تيل، تيل هو اللي بيكره المية، and a hydrophilic اللي هو water attracting head، الرأس محب للماء ويجذب اللي هي الماء أو المركبات اللي بتكون قطبية ما إلها يعني طبيعة دهنية. Other phospholipid bilayer membrane components، في كمان زي ما حكيت هون في الصورة، في كمان components للاير، مش بس عندي في هون كان، مش بس عندي في الباي لاير اللي هي الفوسفوليبيدز او الليبيدز، في كمان مكونات، عندي الكوليسترول. الكوليسترول ايش دوره في الحاجز او الغشاء؟ give rigidity to the cell by reducing the permeability of the cell membrane، بيعطي صلابة للخلية لأنه بيقلل من نفاذية السيل ميمبرين، يعني مش كل العناصر بتفوت من السيل ميمبرين، هذه جزيئات الكوليسترول بتعطي صلابة أو ريجيديتي، بالتالي ما بفوت، كل حدا بده يفوت على الخلية بفوت بكل سهولة. حكينا في قنوات بروتينية سيلكتيف، وهون الكوليسترول بيعمل دعم للستركتشر أو بيعطي ريجيديتي. كمان هاي المكون الثاني اللي هو الممبرين بروتينز، حكينا الممبرين بروتينز، وهون بصنف شو الفانكشنز، شو الوظائف اللي بتأديها هاي التشانلز أو البروتينات الموجودة على الغشاء. أول شي ترانسبورت، نقل العناصر زي ما قلت، هي اللي بتسمح أو هي اللي بتعمل كنترول مين راح يفوت ومين راح يطلع. أوكي،
شغلة تانية بتعمل انزيم فانكشن. شو الانزيم فانكشن؟ اللي هي وظيفة الانزيم او الانزيمات، الانزيمات اللي بتتدخل في مش معظم التفاعلات، في كل التفاعلات الكيميائية اللي بتصير في الخلايا لازم يكون في انزيمات، وهاي الانزيمات عبارة عن بروتينات بتفوت من خلال الممبرين بروتينز، وهي أيضا طبيعتها أو طريقة تشكيلة تركيبتها عبارة عن بروتينات. في كمان البروتين الموجود على البايلاير أو الغشاء له علاقة في الأيون شانل فورميشن، كمان في قنوات على الغشاء بس بتسمح في تبادل الأيونات، بوابات للأيونات فقط. البروتين بيتدخل في تكوين هاي التشانلز. ريسبتور فانكشن وسيجنال ترانسدكشن كمان هذه الوظائف بقوم فيها البروتين. ريسبتور فانكشن كلنا بنعرف إنه الريسبتورز اللي بتكون موجودة على سطح الخلايا كمان طبيعتها بروتينية، بتعمل الشكل المطلوب لحتى تكون سيلكتيف للمادة اللي راح تيجي ترتبط فيها على سطح الخلية، اللي بنسميه نظرية القفل والمفتاح. لازم يكون في تطابق كامل حتى تؤدي الوظيفة. سنجل أو سيجنال ترانسدكشن الإشارات العصبية اللي بتصير ما بين الخلايا، كمان البروتينات اللي على السطح إلها دور في إتمام هاي الوظيفة. خلينا ناخد شوي بريك، نرجع نحكي بشوية تفصيل أكثر عن موضوع دور البروتين، لأنه جدا مهمة نعرف البروتينات هاي اللي على السطح شو دورها. تمام، بناخد شي 10 دقايق وبنرجع بإذن الله. مرحبا، رجعنا بعد البريك لنكمل في موضوع السيل ميمبرين والخاصية اللي بتمتع فيها من خلال البايلاير ووجود بعض المركبات الثانية مثل الكوليسترول والممبرين بروتينز. موجودين بس 13 الموجودين، وين الباقيين؟ موجودين اللي لونا هناء، عائشة، طيبة، طيبة، ريم، الباقيين رافا، في خالد، الباقيين وينهم؟ ما علينا، ما بدنا نضيع وقت. بالنسبة للبايلاير ميمبرين اللي بيكون الغشاء، أنا بعيد بهذا الموضوع لأنه جدا مهم. ما فهمنا هذا الموضوع المشكلة بتصير في قصة الفهم فيما بعد. لازم يكون في عندي الغشاء
بديهيات أو الأساسيات اللي بتخص علم التشريح، واللي هي إحنا عم نحكي عنها اللي بتخص الوحدة المركبة للجسم كله اللي هي الخلية. بالتالي أنا لازم أعرف هاي البديهيات حتى أقدر أبني عليها. So السيل ميمبرين وظيفته كفيزيكال بارير، لأنه بيتكون من بايلاير فاتي، بايلاير هادي الارنجمنت اللي هي تيل تو تيل، بتسمح لوجود بعض المكونات للفوسفوليبيد بايلاير. هاي الفوسفوليبيدز عبارة عن جزئين، الجزء اللي بيكون هيدروفوبيك كاره للماء اللي هو التيل الذيل، والجزء اللي بيكون هيدروفيلك محب للماء اللي هو بيكون الهيد ووتر اتراكتنج. يا ربنا يتقبل أستاذ خالد. تمام، أهلا وسهلا، عليكم السلام. في other phospholipid bilayer components حكينا، الكوليسترول وقديش دوره في موضوع أيضا تقليل النفاذية أو البيرميابيليتي، فبالتالي بيعطينا صلابة أو ريجيديتي للسيل ميمبرين، بالإضافة لوجود بعض البروتينات موجودة على الميمبرين سيرفيس أو سطح الغشاء الخلوي أو غشاء الخلية. وظائف هاي البروتينات بتتعلق في للترانسبورت اللي هو انتقال المركبات أو العناصر من وإلى الخلية، الإنزيم فانكشن وشغل الإنزيمات لإتمام التفاعلات، بالإضافة إلى تكوين الأيون تشانلز الموجودة على السطح اللي مسؤولة عن نقل الأيونات من وإلى الخلية، كمان موضوع الريسبتور اللي هي بنسميها الهاي انتجريتي او سيلكتيفيتي اوف الانزيمز والريسبتورز الموجودة على سطح الخلايا، وايضا السيجنال ترانسدكشن وتوصيل المؤشرات العصبية. بدي اورجيكم شغلة عن الايون شانلز الموجودة على سطح الخلية. في أكثر من صورة، بنحاول نشوف صورة شوي أكبر لحتى لما نكبرها تكون واضحة. يعني هون هاي عبارة عن ion channels، هذا البايلاير شايفين الرأس والذيل والذيل والرأس، هون مسكرة هون بتكون مفتوحة. الأيونز اللي قلت لكم عبارة عن، أو قلتهم للحضور، عبارة عن العناصر أو الإلكترولايتس اللي هي مثل الكالسيوم البوتاسيوم أو الصوديوم، واللي بيتحكم في دخولهم وخروجهم هي القنوات اللي أصلاً بيكون له دور كبير في تأسيسها أو وينها في الغشاء البروتينات. نشوف كمان صورة أوضح نوعا ما. لا، هاي لها علاقة شوية.
شايفين؟ هون بتكون مسكرة وهون بتفتح. شغلات إلها علاقة بالبولاريزيشن والديبولاريزيشن، وأمور إلها علاقة بالفولتج. يعني باختصار إشارات بتنتقل عن طريق الكاتيونات أو الأنيونات، سواء كانت سالبة أو موجبة صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد أو كالسيوم، كلهم بيفوتوا بالخلية بنظام محكم تتحكم فيه، اللي هي القنوات هاي اللي أساسها البروتين. تمام. بالنسبة لموضوع الانزيم فانكشن، أورجيكم صورة بتتعلق ب كيف بيتم ارتباط الانزيم. شايفين كيف نظرية لوك اند كي موديل؟ في كمان نظرية بيكون في شوية هون مش مطابقة 100%، شايفين هون بالضبط مثلها، هون لا، في شوية تعديلات أو في شوية انحناءات بتختلف، مش دقيقة جدا مثل هاي. فبالتالي بصير في عندي موديل اسمه induced fit. بعد ما يجي الإنزيم بيرتبط في المستقبل، بيروح هون بيكون الكومبلكس، هذا كومبلكس عبارة عن الإنزيم والسبستريت اللي هي المادة اللي بدها تتفاعل مع الإنزيم. So هذا الريسبتور تبع الإنزيم ما بيكون مطابق 100%، مش خاصية اللوك أند كي. أخذوها طلبة الصيدلة في موضوع البيوكيمستري، شرحت لهم إياها بشكل واسع، لكن هون مجرد إنكم تشوفوا خاصية اللوك أند كي موديل بتعرفوا إنه اللي بيتمم هذا التفاعل ما بين الإنزيم والسبستريت اللي هي الأكتيف سايت الموجود على سطح الإنزيم، واللي هو أصلاً بروتين. الإنزيم عبارة عن بروتين، وهون بيكمن دور البروتين في إتمام التفاعلات من خلال اتحاده مع السبستريت اللي هي المادة اللي راح تتفاعل مع الإنزيم، بعد هيك راح تعطيني المنتج. أتمنى أنها تكون واضحة قصة الكي لوك إنزيم. هذه باختصار مكونات السيل ممبرين اللي بيكون محيط بالخلية الأيوكاريوتيك أو الخلية الحقيقية المغلفة. لو بدنا نيجي نحكي، حكينا عن النيوكليوس أو النواة بشكل نوعا ما بيخص شو بيسموها، قديش أهمية النواة وقديش الخاصية اللي بتتمتع فيها من العزل عن باقي مكونات الخلية، وهذا قديش بيعمل لي دور في إنه الانتقائية للنيوكليك أسيدز والبروتينات اللي راح تفوت، لأنه من خلال هاي الانتقال ما بين الوسط برا وجوا بصير في عندي الانتجريتي في الأوامر اللي بتعطيها الدي ان اي من داخل النيوكليولس الموجود. دي ان اي، لو بدنا نحكي عن النيوكليوس النواة شو تكوينها، أول شيء عندي الـ DNA، النيوكليولس that is concerned with
producing and assembling the cell's ribosomes. هذا النواة النواة بسموها أو core of nucleus، مسؤول عن إنتاج وتكوين الريبوسومات الخاصة بالخلية. وهلأ بنشوف شو دور الريبوسومات. double phosphobilayer for a nuclear membrane. يعني هذا هي الصورة عندي. النيوكليولس هاي المسؤولة عن تصنيع الريبوسومات اللي هي هاي، شايفين؟ وهون في عندي غشاء محيط بالنواة، وهون في النواة نفسها. هذا كله المكونات الخاصة بالنواة. functions شو وظائف أو وظيفة النواة؟ طبعا حكينا أنها مركز التحكم، لكن هون بنيجي من ناحية تفصيلية نوعا ما. nuclear membrane compartmentalizes the nuclear material from the rest of the cell allowing control on both sides. وحكينا إنه هذا الغشاء المحيط بالنواة بيفصل مكونات النواة عن ما تبقى من مكونات الخلية. وحكينا عنه في نيوكليوبورز بتدخل لي أو بتنتقي لي البروتينات والأحماض النووية اللازمة. هذه وظيفة الممبرين. Outer membrane is in contact with the endoplasmic reticular membrane. الغشاء الخارجي للنواة ملتصق ب شيء بنسميه الاندوبلازميك ريتيكولم أو الشبكة الاندوبلازمية، وهايها واضحة. هاي اندوبلازميك ريتيكولم، وهون عندي اندوبلازميك ريتيكولم حكينا إنه في منها رف يعني كبير أو خشن، وفي منها سمول أو سموث اللي هي الناعمة أو الصغيرة. الرف بالأغلب هي اللي بتكون ملتصقة بالغشاء الخارجي للنواة. الرف endoplasmic reticulum. طيب كمان function للممبرين. regulate material enters and exits through nuclear pores. وحكينا عن هاي البورز اللي من خلالها بتفوت الماتيريالز، وأنا صنفت الماتيريالز اللي بتفوت وبتطلع على إنها بروتينز أو نيوكليك أسيدز أحماض نووية. هذه البورز الموجودة في سطح الغشاء هي اللي بتتحكم في مين يفوت ومين يطلع على نيوكليولس. Gene expression is the process by which information from a gene is used in the synthesis of a functional gene product that enables it to produce and product in the products like proteins. يعني باختصار كمان الفانكشنز تبعت النواة اللي هي الجين اكسبريشن أو بما يسمى، مشكلة من ناحية عربي أو من ناحية ترجمة باللغة العربية ما راح يكون عندي المصطلح بشكل دقيق، لكن راح أحاول. الجين اللي هي اللي له علاقة بالجينات، الإكسبريشن التعبيرات الجينية أو الكودز اللي بتم فيها نقل المعلومات الجينية. بالجينيتكس الجين اكسبريشن اللي هي عبارة عن the most fundamental level at which the genotype gives rise to phenotype. يعني الجينات
بتعطيني الفينوتايب اللي هو الشكل أو الـ observative trait. باختصار اللي بتعطيني الكود الجيني، الكود الجيني اللي بيعطيني شو الصفات الوراثية زي الشعر، زي لون البشرة، زي الطول، زي هاي اللي بنسميها فينوتايب أو الصورة المرئية من الجينات. So النواة زي ما حكينا هي اللي بتزود المعلومات هاي في موضوع الجين اكسبريشن، اللي ممكن نختصرها بتعريف is the process by which information from a gene is used in the synthesis، يعني معلومات جينية وراثية بتم استخدامها في تصنيع functional gene product، يعني منتج فعال أو وظيفي من خلال هذا الجين اللي له علاقة أو بيعمل لي قدرة لإنتاج البرودكت أو الإن برودكتس اللي هي بروتينات. باختصار مسؤول عن تصنيع البروتينات في الخلية اللي هو النيوكليوس. تمام، هون حكالنا النيوكليولس هو هذا اللي بالنص، مسؤول عن تصنيع وتمثيل الرايبوسومز. هاي الرايبوسومز حكيت لكم هاي نوع أو مكون من الأورجانيلز، وهذه الرايبوسومات مسؤولة عن تصنيع البروتينات. ممكن هذه الرايبوسومات تكون فري في السيتوبلازم، موزعة مش ملتصقة في الريتيكولوم، أو ممكن تكون ملتصقة، يعني في عندي شكلين من الرايبوسوم، ممكن يكون عندي حر في السيتوبلازم، ممكن يكون عندي ملتصق بالإندوبلازميك ريتيكولوم. تمام، وهذه النيوكليولس هي اللي بتصنع لي الرايبوسومات. فشوفوا كله نظام متكامل بيبدأ من الغشاء للكور أو السنتر، وكل شيء عن خاصية معينة، مسؤول عن وظيفة معينة، مسؤول عن تصنيع مادة معينة، ما في موجود للفراغ أو بيعمل شغل مش مهيأ له أو مش مطلوب منه. هذا باختصار اللي بيقصد فيه بالنواة وتكوين النواة والمطلوب منا إحنا مبدئيا في موضوع النواة ومكوناتها، بالإضافة إلى الفانكشنز اللي بتخص النواة، سواء كان النيوكلر ميمبرين أو شو دوره في موضوع البيرميابيلتي أو دخول المواد ما من وإلى الخلية، أو سوري النيوكليولس من جوا، وأيضا الجين إكسبريشن أو التعابير اللي بتخص في الجينات أو الوراثة والتحويل ل end product اللي هو البروتين. نيجي للمكون المهم الثالث من مكونات الخلية اللي هو السيتوبلازم، وحكينا السيتوبلازم بينقسم لقسمين، سيتوسول والأورجانيلز. حكينا الأورجانيلز اللي هي الميتوكوندريا، باختصار العضيات أو المركبات هاي المسؤولة عن وظائف الخلية، كل حدا له وظيفته، هاي بنسميها أورجانيلز، بتكون موجودة في السيتوبلازم. هذا السائل اللي بكون ما بين هاي الأورجانيلز اسمه سيتوسول. هذا السيتوسول بيتم في معظم التفاعلات الكيميائية في الخلية. سيتوسول
site of many chemical reactions. الأورجانيلز عبارة عن functional units of the cell، يعني الوحدات الوظيفية الخلية من الداخل، وكل خلية شو أو كل وحدة شو الوظيفة الخاصة فيها. The organelles provide additional specific functionality to cells، يعني بتعطينا نوع من الخصوصية في الوظائف أو في الوظيفية. باختصار يعني بلا ما أحكي شو وظيفة الخلية، بحكي شو وظيفة كل أورجانيلي في الخلية. هون بصير في عندي specificity، يعني بصير في عندي خصوصية لكل أورجانيلي عن التاني. Protein production أول إيش؟ اللي هي functions تبعت الأورجانيلز، وهي دائما البروتين production مرتبطة ارتباط تام ب الرايبوسومز، لأنها هي اللي بتصنع البروتين. ليبيد فوسفوليبيد ستيرويد مانوفاكتشر، كمان هاي إلها عضية خاصة فيها للتصنيع. في عندي الـ ATP generation، وكلنا بنعرف بيت الطاقة اللي هو بيتم من خلاله إنتاج الـ ATP، اللي هي بتعتبر عملة الطاقة في الجسم أو في الخلية. الأدينوسين الترايفوسفيت، والمسؤول عنها اللي هو الميتوكوندريا اللي بسموه home أو house of energy. تمام؟ في شغلة تانية اللي هي الديفنس أو البروتكشن، كمان هذا الإشي في عضية معينة بيتم من خلالها تصنيع ال أو حماية الخلية، الدفاع عن الخلية، زي ما بيقولوا بالجسم اللي هو الإميون سيستم أو الجهاز المناعي في الخلية. تمام؟ آخر شيء عندي اللي هو الستورج أو التخزين. في بعض الناس أو بعض الخلايا، هل في الخلايا اللي مسؤولة عن تصنيع الستيرويد والفوسفوليبيدز؟ بنسأل السؤال. تمام، أوكي، تمام. يعني باختصار حنيجي لكل واحد على حدة شو وظيفة الأورجانيلز، جمعهم هو في موضوع إنتاج البروتين، إنتاج الدهون، إنتاج الطاقة، الحماية والتخزين. لكن إحنا كاختصاص لازم ندرس نوعا ما بشوية تفاصيل عن كل عضية وشو شغلها من هاي النقاط. حكينا عن الرايبوسومات، إنه هي اللي بتنتج لي البروتين أو بتصنع البروتين. خليني أنا إني بلشت في موضوع الميتوكوندريا مع الأوفلاين، خلينا نشوف أول شيء الميتوكوندريا وتركيبتها. كيف يعني بدك طاقة بالشرح؟ اشرحي لي يا لونا. عندي في هون ال ATP generation. شو يعني ATP generation؟ حكينا ال ATP generation اللي هي العملة للطاقة، energy currency، اللي هي ATP. هاي بتم استخراجها أو إنتاجها من الميتوكوندريا اللي هي بيت الطاقة.
بيت الطاقة يعني بصير في تفاعلات، بينتج عن هاي التفاعلات طاقة. هون في عندي، ثواني أشوف، الميتوكوندريا، لأني شرحت الغشاء بتتميز بغشاء برضو باي لاير. الميتوكوندريا هاي صور بتخص الميتوكوندريا نوعا ما كلها متشابهة. في عنا باي لاير، شايفين في عندي أوتر ممبرين، في عندي إنر ممبرين، وفي عندي هذا عبارة عن ماتريكس. داخل هذا الماتريكس بتم تصنيع أو بتم إنتاج الطاقة من خلال تفاعلات معينة. هاي اللي أنا محتاجة أعرفه عن الميتوكوندريا. باي لاير زيها زي الغشاء، بس مش أكيد مش نفس التكوين، لكن هي غشاء خارجي وغشاء داخلي، وفي جوا فيه ماتريكس. هاي الميتوكوندريا بيت الطاقة باختصار. نفس الشيء جوا ممكن تحتوي على الخصائص الوراثية في الدي ان ايه، ممكن تحتوي على ريبوسومات كمان لتصنيع البروتين، وكله بكون في مكانه إلى وظيفته الخاصة. يعني وجود البروتين على سطح الخلية غير وظيفة البروتين الموجود في الميتوكوندريا. هذا الإنزيم اللي بيشتغل على الـ ATP اسمه ATPase، وحكيين هيو داخل في منه ذيل وفي منه رأس، شايفين تركيبته. هذا مش مهمة بالنسبة لكم، اللي بهمني إنه تعرفوا مين اللي بينتج الطاقة الميتوكوندريا، وبتحتوي على أوتر ممبرين وإنر ممبرين وماتريكس. فوائد الإنزيمات كتير يا أستاذ خالد، فيك تعطيني إنزيم وتعطيني فائدة إله. مبدئيا لو بدنا نيجي للإنزيمات الهاضمة ودور كل إنزيم، وشو المادة اللي بيهضمها الإنزيم، سواء كانت كربوهيدرات، سواء كانت بروتين، سواء كانت أحماض أو سوري دهنيات، كل مادة إلها إنزيم خاص فيها بيعمل على تكسيرها، سواء لايبيز بروتياز. هاي بتكون طوائف أو مجموعات من الإنزيمات. الإنزيم بالأساس تركيبته بروتين، هو أصلا عبارة عن بروتين. الهرمون هو أصلا عبارة عن بروتين. كل هاي المركبات الكبيرة لو بدنا نيجي نحللها كلها بتطلع بروتينات أو بولي بيبتايد تشين، يعني أساسها أمينو أسيدز تباعا بروتينات. هذا بالنسبة للإنزيم. يعني لو أنا بدي أجي أصنف شو فائدة الإنزيم، ما في فائدة للإنزيم. وين مكان الإنزيم، عشو بيشتغل هذا الإنزيم، شو دوره، سواء بالجهاز الهضمي، سواء بتفاعلات معينة بتخص الطاقة، سواء في تحويل الجلوكوز إلى مواد تانية، في تحويل الجلوكوز لبيوريفيت في كريبس سايكل بنكمل لحتى يعطينا موضوع الأتباء. يعني ما في إنزيم واحد عشان أعطيك وظيفة أو فائدة له. الجسم مليان إنزيمات بداية من الفم، كل هاي الإنزيمات إلها دور معين داخل الجسم. تمام، لو بدنا نيجي للرايبوسوم وشكل الرايبوسوم، حكينا إنه هو عبارة عن يونتس أو أشكال معينة، في منها large subunit وفي منها small subunit. هدول مجرد أشكال، يعني عملوها زي تقريبية لشكل الرايبوسوم
اللي هو مسؤول عن تصنيع البروتين. هان جايبها من ناحية تشريحية، الرايبوسوم في عندي لارج سب يونت، هون شايفين أمينو أسيد، وهون في سلسلة بولي بيبتايد تشين بتتكون من أحماض أمينية، هدول عبارة عن اختصارات لبدايات أحماض أمينية، ممكن يكون ألانين، ممكن يكون سايتوسين، ممكن يكون في جلوتاميك أسيد، ممكن يوراسيل، هدول كلهم أحماض أمينية بتكون لي بولي بيبتايد تشين. شايفين هذا المسنجر ار ان اي له علاقة بنقل الصفات الوراثية كمان. هذا الشيء ما بهمني كتير، اللي بهمني انه اعرف انه الرايبوسومز هي اللي مسؤولة عن تصنيع البروتين بالخلية. والرايبوسومز وين بتتصنع؟ بتتصنع داخل النيوكليولس الموجود بقلب النواة. هذا مبدئيا هو المطلوب مني في هاي المرحلة، أعرف كل شيء شو دوره ووين بيتم تصنيعه. تمام، عندكم زي هيك نشاط بسيط، بس ابعتولي على الجروب إذا أمكن خلال اليوم. حكينا عن البروتين برودكشن وين بصير، حكينا عن الاي تي بي وين بصير، يا ريت تشوفوا لي، أو إذا حدا عنده معلومة يعطيني على الجروب أو ممكن على الخاص شو الليبد والفوسفوليبد والستيرويد مانوفاكتور في أي أورجانيل اللي بتصير، الديفنس البروتكشن بأي أورجانيل المسؤول عنها اللي هي الحماية أو المناعة، أو الحفاظ دفاع عن الخلية، الستورج مين اللي بيقوم بعمليات التخزين. تمام، هذا في حاول اليوم تزودوني فيه لحتى نشوف، أو خلال الفترة الجاية لأنه في بريك تقريبا شي 4 5 أيام. شو نمو الشعر؟ أستاذ خالد بتقصد في شو؟ فايدة شو؟ الإنزيم؟ تمام، الموجودين معايا بالدرس أكيد وصلتهم النشاط، اعتبروه كنوع من البحث، المعلومة اللي بتبحث عنها وبتلاقيها بإيدك أو بعينك بترسخ عندك المعلومة أكثر، أفضل ما إنك تاخذ المعلومة على الجاهز. هذا بالنسبة لموضوع السيتوبلازم، وحكينا إنه السيتوسول اللي هي الوسط اللي بكون زي جيل لايك، المادة تبعته بكون زي وسط مناسب لحدوث العمليات أو التفاعلات الكيميائية في السيتوبلازم، بتكون نقدر نحكي إنها بيئة مناسبة للإنتاج. في عندي أنا بدي أجي أجاوب على موضوع النشاط اللي أنا بدي أعطيكم إياه، أنا مفترض أكمل هذه المحاضرة في الشرح عنهم، لكن خليني أشوف بالضبط شو راح يطلع معاكم من خلال البحث. هذه هي اللي هي الصفحة، ما بعرف 13 كأنه أو 12 مش مبينة عندي، شو الأورجانيلز اللي مسؤولة عن تصنيع رقم 4 ورقم 6 و7، الباقيين معروفين ميتوكوندريا والرايبوسومز، بدي الباقيين لحتى بالمحاضرة القادمة نشوف الإجابات ونشرح عن الموضوع، بالإضافة إلى نكمل موضوع الخلية. تمام، يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنشوفكم الأسبوع القادم.